بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الذي سخرنا لهذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. بإذن الله نقدم لكم النهاردة عرض مميز إن شاء الله عشان برضو يرضي المشاهدين كلهم. أول عرض هو دي بكري انتظار ولادة 10/8 انضاف. هذا العجل هيت بنت بهاء مستورده، وادي الدر اهو. بسم الله ما شاء الله، حاجه تشرف، حاجه ربنا يبارك فيه. اهي حاجه ربنا يبارك فيه، دي 10/8 انضاف اهيت، حاجه بسم الله ما شاء الله، الله يبارك، ربنا يبارك. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. ديت 10/8 انضاف وماشيه في التاسع، انتظار ولاد باذن الله قدامها من 15 ل 20 يوم ان شاء الله. هذا أول واحد. ثاني واحدة أهي 10/7، حاجة ربنا يبارك فيها. بسم الله كده، أهدي الدر أهوت. دي بيهم يجيب الدر من حياة للسرة، من حياها لسرتها. وأدي ثاني واحدة أهي العجلة أهي، دي 10/7، دي خالته لشتاين برضه أهيت، حاجة ربنا يبارك فيها. النهارده هنمتعكم ومتع برضه المشاهدين معانا. ادي العجل اهي، اهي دار اهو، دي 10/7 راخيه من دلوقتي. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. دي 10/8 و11/7 تمام كده. بسم الله ما شاء الله، باين تشرف اي مكان. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. وادي ثالث واحدة برضه 10/8 اهيت، ادي الرخو بتاع العجلة من النهاردة. تحضر بسم الله ما شاء الله، شوف البيز عامل ازاي والصنف بتاع البهيمة. حاجة ربنا يبارك فيها. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. ديت 10/8، تالت واحدة دي 10/8. اللهم صل على النبي. يبقى معانا تلات عجلات همت، أول واحدة قدامها من 15 ل 20 يوم تكون والدة، والتانية 10/7، وتالت واحدة دي 10/8. 10/8. معانا بقى تفاحتين العرض هم، مش هتلاقيهم في أي مكان بإذن الله. ديت عجلة هولشتاين بنت بهايم مستوردة، بنت بهايم مستوردة أهي. أدي العجلة أهي، وأدي النظام، وأدي خشنة العجلة أهيت، وما كسرتش ولا سنة لحد النهاردة أهيت. حاجة ربنا يبارك فيه، تبقى بقرة إن شاء الله من أم 60 اللي بتسمع عنهم دلوقتي. بقرة من أم 60,000. دي 10/3 أنضاف، بنت باين مستوردة. أهيت، وأدي البزازة أهي. أهي. أدي الأربع بزازة همت، حاجة ربنا يبارك فيها. اللهم صل على النبي، دي 10/3. ديت 10/3. اللهم صل على النبي. دي 10/3، بنت بهايم مستورده. خامس واحده بقى دي التفاح، دي اللي مش هتلاقيها في اي مكان باذن الله الا عندنا ان شاء الله. ديت 10/4، دي عجله براون من اللي ما فيش منه خالص، عجله براون اهي. ديت عجله براون اهي، مش هتلاقيها ان شاء الله في اي مكان الا عندنا احنا باذن الله اهي. حاجه ربنا يبارك فيه، شوف الضر من دلوقتي قد ايه وماشي الضر من دورتها قد ايه؟ اه. ربنا يبارك. ديت 10/4. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. ادي 10/3 اللي هي بنت مستورده اهيت، وادي العشره العدله البراوني 10/4. حاجه ربنا يبارك فيها ان شاء الله. ربنا يبارك اللي ياخدها. هتجيب ده باذن الله العجله اللي تاخدها من عندنا، تجيب الضر بتاعها من حال الصر. بإذن واحد أحد.
ربنا يبارك، ربنا يبارك في اللي ياخد حاجه ان شاء الله. الله يبارك يا رب. يبقى معانا خمس عجلات همك اهم تاني برضو. اول واحده دي انتظار ولاد عشر قدامها بالظبط من 15 ل 20 يوم اهيت، وتاني واحده عشر سبعه، وتالت واحده عشر ثمانيه اهيت، ورابع واحده عجله بنت بهام مستورده عشر ثلاثه اهيت. شفت الخشانه والنظام. ورابع واحدة عجلة براون مش هتلاقيها في أي مكان إن شاء الله. هلا عندنا. ها. حاجة من ممنوعات. من الممنوعات.